السلام عليكم ورحمة الله. نرحب بكم أعزائنا الطلبة مجددا في درس جديد من دروس اللغة العربية للمرحلة الثانوية، رمز المقرر عرب 302، الدرس خطبة الجمعة من كتاب الأيام الجزء الأول لطه حسين. أهداف الدرس: أن تقبل عزيزي الطالب على قراءة نصوص إبداعية بانتظام، أن تتبين الخصائص الفنية المميزة لانتماء الأيام إلى جنس السيرة الذاتية وأنماط الكتابة التي قام عليها، أن تتعرف استراتيجيات الكاتب في بناء النظام الحدثي والعالم السير ذاتي، أن تحلل النسيج النصي في السيرة الذاتية وتبين وظائف السرد والوصف والحوار، أن تعبر بلغة سليمة عن أفكار النص وما يختزنه من قضايا فكرية واجتماعية وقيمية وفنية، أن تبدي رأيك معللاً في الأثر المقروء باعتماد الأدلة والشواهد المناسبة، منهجية المقاربة، علمت عزيزي الطالب أن الدراسة المسترسلة تقوم على مرحلتين لتحقيق الأهداف المعلنة، تتمثل الأولى في قراءتك الجزء الأول من كتاب الأيام لطه حسين قراءة مسترسلة كاملة، وتكون قراءة ممتعة تدربك على الانتقال من القراءة الموجهة إلى المطالعة الحرة والتثقف الذاتي، وذلك بالنظر في صلة الأثر بحياة كاتبه في سيرته الذاتية. أما الثانية فهي قراءة تحليلية بنائية انطلاقاً من تخير عدد من النصوص المقترحة لمعالجتها صفياً، وعليك عزيزي الطالب أن تتكفل بالقراءة الذاتية الواعية للسياقات الفاصلة بين تلك النصوص قصد الإلمام بتمام الأثر ووحدته النصية والحداثية والدلالية. تمهيد: ما مفهوم السيرة الذاتية؟ هو فعل سردي يقوم على آلية التذكر، والبطل فيه شخصية واقعية هي شخصية المؤلف، وبناؤها الشكلي هو بناء روائي يعتمد مبدأ الحكاية واستعادة الأحداث عبر خط أفقي متسلسل تسلسلاً زمنياً. ما الفرق بين السيرة الذاتية والسيرة الغيرية؟ السيرة الذاتية يتحدث فيها الكاتب عن حياته الشخصية، وأما السيرة الغيرية هي الكتابة عن شخصية من الشخصيات الشهيرة في عالم الأدب أو الفن أو السياسة. خصائص بناء السيرة الذاتية: التذكر، استعادة الأحداث من مخزون الذاكرة،
الانتخاب، اختيار المواقف والأحداث التي تخدم العمل الروائي، الصدق، تقديم صورة صادقة عن حياة السارد، الامتداد الزمني، السرد الخطي، تتابع الأحداث في الزمن، الاستباق والاسترجاع، المزج بين الواقعي والتخيلي، المزج بين الوقائع الحقيقية وعناصر التخيل. اقرأ نص خطبة الجمعة الوارد بالفصل الرابع عشر من كتاب الأيام في جزئه الأول من الصفحة 60 إلى الصفحة 61 من قوله كانت المنافسة شديدة إلى قوله بين المنبر والصلاة، ثم مهد له بإيجاز. تمهيد. بعد أن أبرز الكاتب ما للعلم في القرى ومدن الأقاليم من مكانة رفيعة بالمقارنة بما هو عليه بالعاصمة، ها هو يعرفنا في هذا النص بنموذج من نماذج العلماء في القرى ومدن الأقاليم، وهو ما يتجلى في شخصية الشيخ الحنفي الذي حز في نفسه ألا يجد أتباعاً للمذهب الذي هو عليه، ومما زاده حنقاً وغيظاً حظوة الأزهري بإكرام وحفاوة وتجلة وإكبار، وانتخابه خليفة دونه. عزيزي الطالب، بعد هذه التقديمات التي نرجو أن تكون استفدت منها، نصل إلى نص خطبة الجمعة. أعد قراءته قراءة متأنية، وتتبع الأنشطة التي نقترحها عليك وأجب عليها، راجين لك النجاح والتوفيق. النشاط الأول، عد إلى الفصل الثاني عشر من كتاب الأيام ووضح مظاهر الحفاوة التي لقيها الفتى الأزهري من أهل القرية يوم تم اختياره خليفة لاعتلاء المنبر. مظاهر الحفاوة ومباهج الاحتفال: شراء القفطان الجديد والجبة الجديدة والطربوش الجديد والمركوب الجديد، احتفاء القوم بالصبي يكتنفون من يمين وشمال وسعيهم بين يديه، زغردة النساء وانتشار البخور، الطواف به في المدينة وما حولها من القرى، النشاط الثاني، اقرأ النص قراءة متأنية واقترح عنوانا آخر مناسبا له. العنوان المقترح هو الفتى الأزهري وغضب الحنفي. النشاط الثالث، سرد الراوي الأفعال والأقوال التي قام بها الشيخ لمنع الفتى من اعتلاء المنبر. حدد هذه الأفعال والأقوال مبرزاً السبب الذي دفع الشيخ إلى الحيلولة دون الفتى وإلقاء خطبة الجمعة. ألف، قال الشيخ إن هذا الشاب حديث السن وما ينبغي له أن يصعد المنبر ولا أن يخطب ولا أن يصلي بالناس،
وفيهم الشيوخ وأصحاب الأسنان، ولأن خليت بينه وبين المنبر والصلاة لأنصرفن. وقال: من كان منكم حريصا على ألا تبطل صلاته فليتبعني. باء: السبب حقده وحسده والمنافسة الشديدة بينه وبين الأزهري الذي كان ينتخب خليفة في كل سنة، وقد غاضه أن يتم ذلك. ما رأيك في تصرفات هذا الشيخ؟ علل إجابتك. يمكن للطالب أن يعبر عن عدم إعجابه بتصرف الشيخ الحنفي ورفضه له، مع التعليل بأن الحسد قد أكل قلبه وحال بين الفتى والمنبر والصلاة، وكادت أن تقع الفتنة والاضطراب بين الناس. أو موافقته على تصرف الشيخ الحنفي معللا رأيه بصغر سن الصبي وعدم جواز إمامته. النشاط الرابع: عين شخوص النص وصنفها بحسب علاقاتها بالفتى إلى مساعدة ومعرقلة ومحايدة، موضحا سمات كل منها. الشخوص المساعدة: الأم، الأب. ألف سمات الأب: مهتم بولده، فخور به، مبتهج بيوم اعتلائه المنبر، غاضب من الشيخ الذي اعترض على اعتلاء الفتى المنبر. باء سمات الأم: مشفقة على ولدها، تخاف عليه من العين. الشخوص المعرقلة: الشيخ الحنفي. سماتها: الحسد، الغيرة، الغيظ، الكره. الشخوص المحايدة: الناس، أهل القرية. سماتهم محايدة، إذ تنقل الأحداث كما وقعت دون تحيز أو زيادة أو نقصان. النشاط الخامس: كيف تبدو لك شخصية الراوي؟ أم مشاركة هي؟ أم غير مشاركة؟ أم خارج السرد؟ دلل على ما تقول بشاهد من النص. تبدو شخصية الراوي محايدة غير مشاركة. الشاهد: كانت المنافسة شديدة. النشاط السادس: بين من خلال النص استعداد الفتى لإلقاء الخطبة، موضحا رأيك فيه. كان الفتى يجهد نفسه في حفظ الخطبة، استعد لها أياما متصلة، تلا الخطبة على أبيه أكثر من مرة. الرأي: كان موفقا في هذا الاستعداد لكي يظهر بالمظهر الملائم ويكسب ثقة من عهد إليه بهذه المهمة. النشاط السابع: وضح من خلال النص كيف تفاعل كل من الأب والأم مع ابنهما قبل الخطبة وبعدها. قبل الخطبة كان الأب ينتظر هذه الساعة
أشد ما يكون لها شوقا وأعظم ما يكون لها ابتهاجا. كانت الأم مشفقة تخاف عليه العين، وكانت تبخره وتطوف بالبيت حجرة حجرة. بعد الخطبة الأب مغضب يلعن هذا الرجل الذي أكل الحسد قلبه. الأم تلقاه من وراء الباب مبخرة ومهمهمة. النشاط الثامن يكشف النص عن بعض أوجه الحياة في المجتمع الريفي بمصر، حددها موضحا الإيجابية منها والسلبي. يستخلص قارئ هذا النص مظهرين اثنين يكشفان عن بعض أوجه الحياة في المجتمع الريفي بمصر. المظهر الأول إيجابي، يظهر من خلال تعزيز الطابع الديني وتشجيع الأهالي لأبنائهم على حفظ القرآن وأداء الصلاة. المظهر الثاني سلبي، يتمثل في الحقد والحسد والغيرة وفي تعصب الشيخ الحنفي لرأيه ومنافسته المبطنة بحب النفس. عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، أشكر لكم اهتمامكما، راجين لكما كل التوفيق والنجاح.